إذاعة الديوان من صفاقس. حسب ما قريت لما قريت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنه العفو سلاح في السياسة. حسب ما شفت سيرة مانديلا العفو سلاح في السياسة. فأنا قلت أنه في كل الأحوال الشعب التونسي انتخب الحزب، كتكلم بكل صراحة يعني، انتخب حزب لذات تونس في التشريعي والرئاسي، وهو يعلم أن هذا الحزب فيه بارشة تجمعيين وتساترة، هذا كله ونجح بأصوات التجمعيين وتساترة. فأنا اقترحت أنه يعني العفو على الرئيس السابق حتى يكمل حياته في بلاده بدل ما يبقى في البرة. وفي كل الأحوال قلت أمس ونعاود نكرر اليوم أنه مجرد اقتراح، إذا كان يحب، إذا كان في اعتراض عليه أنا قلت يتم التشاور فيه مع بقية الأحزاب ومع مجلس نواب الشعب، وإذا ما تحبوش تعفوا التوانسة ما تعفوش.